مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن السلطانة سانيحة أخت السلطان عبد الحميد الثاني، وسنتحدث أيضا عن نهايتها المأساوية. لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في دعم القناة. ستكون بدايتنا من النهاية. من هذه الرسالة التي أرسلتها سلطانة طاعنة في السن هي السلطانة سانيحة إلى مصطفى كمال أتاتورك، تستجديه فيها بالبقاء في بيتها لأنها قد بلغت من العمر أرذلة ولم تكن تستطيع الذهاب إلى المنفى. صدر قرار النفي في 3 مارس سنة 1924، إلا أن السلطانة سانيحة في 4 مارس أرسلت هذه البرقية التي لا تزال إلى الآن محفوظة في أرشيف رئاسة الجمهورية، وقد ورد في سطورها ما يلي: إلى رئيس الجمهورية في أنقرة، الغازي مصطفى كمال باشا المحترم، إنني أبلغ من العمر 78 عاماً، ولا يمكنني تطبيق القرار الذي صدر من قبلكم، نظراً لأنني لا أملك القدرة حتى على الخروج من غرفتي، ولم يتبقى لي نصيب كثير من هذه الحياة وأنا امرأة عجوز. نرجو منكم أن تسمحوا لي بقضاء ما تبقى لي من أيام عمري في غرفتي. السلطانة سانيحة بنت عبد المجيد. هكذا استجدت السلطانة العجوز أتاتورك، إلا أن الحكومة لم تكترث بطلب السلطانة سانيحة وقاموا بنفيها وعائلتها خارج تركيا. نعود أكثر من 70 عاماً إلى الوراء، حيث ولدت السلطانة سانيحة في 5 ديسمبر سنة 1851، وهي ابنة السلطان عبد المجيد الأول من زوجته نالاندين هانم. ولقد كانت الأخت غير الشقيقة للسلاطين الأربعة مراد الخامس عبد الحميد الثاني، محمد السادس ومحمد الخامس. وفي سنة 1876، أي وهي تبلغ من العمر 25 عاماً، خطبها شقيقها السلطان عبد الحميد الثاني بعساف محمود جلال الدين باشا، وهو رجل دولة له مستقبل واعد، وابن الأدميرال الكبير الداماد كورجو خليل رفعت باشا. تم إبرام عقد الزواج سنة 1876 في قصر يلدس، ومع ذلك تأخر الزفاف بسبب وفاة أختها الكبرى بهيجة سلطان. وفي 10 فبراير سنة 1877 أقيم حفل زفافها، وأنجبت بعد ذلك بعام واحد ابنها الأول السلطان زادة صباح الدين بيك، وبعده بعام ابنها السلطان زادة أحمد لطف الله بيك. ولقب السلطان زادة يطلق على أبناء السلطانات في الدولة العثمانية ويعني ابن السلطانة. من المعروف أن السلطانة سانيحة لم تكن على علاقة جيدة مع أخيها السلطان عبد الحميد، وذلك لأسباب غير معروفة. وهكذا وفي سنة 1878 تورطت مع زوجها وإخوتها بما فيهم الأمير أحمد كمال الدين والأمير سليم سليمان وأختها السلطانة فاطمة في حادثة تهدف إلى إعادة السلطان مراد الخامس إلى العرش. ولقد كان محمود باشا زوج السلطانة سانيحة ينتقد بشدة حكم شقيقها عبد الحميد، ولم يفوت فرصة في التحدث بذلك حتى أنه خان السلطان مرارا، إلا أن السلطان كان يعفو عنه. وفي نهاية المطاف أخذ ولديه وهرب إلى أوروبا، وهكذا تركت السلطانة سانيحة وحيدة في إسطنبول. وبسبب معارضة زوجها وولديها لأخيها لم يكن مرحبا بها بشكل خاص في القصر. ولقد حرص زوجها على تنشئة ابنها تنشئة غربية، فكان ابنها الأمير صباح الدين هو آخر ليبرالي عثماني، وكان هو أيضا معارضا بشدة لخاله السلطان عبد الحميد الثاني. وفي سنة 1924 تم نفي السلطانة سانيحة، ولقد كانت من أكبر أفراد العائلة العثمانية آنذاك، وقد روي أنه لم يكن لديها مال خاص بها، وكان أبناؤها مشغولون للغاية في شؤونهم، فلم تجد من يعتني بها، ولذلك ذهبت إلى المنفى لوحدها. وعندما علم أخوها غير الشقيق السلطان المخلوع محمد السادس بوضعها، دعاها للعيش معه في سان ريمو ومنحها ملجأ في منزله، والذي عاشت فيه حتى وفاته سنة 1926، ثم انتقلت بعد ذلك إلى نيس. وفي سنة 1931 توفيت السلطانة سانيحة، وقد تم دفنها في جامع السليمانية في دمشق. وأما فيما روي عن السلطانة سانيحة فلقد وصفت بأنها كانت امرأة ذات تفكير سياسي وكانت تقدمية في أفكارها. ولقد اعتادت هذه السلطانة على ارتداء فساتين رائعة مع وضع تاجها على رأسها في المناسبات الرسمية،
كما أنها ارتدت فساتين قطارات طويلة مثل الأزياء الأوروبية والتي كانت تنسدل وراءها. كما عرفت السلطانة سنيحة مثل أختها السلطانة مديحة بأنها كانت مرحة جدا، وكانت تنفجر من الضحك وتتحدث بسرعة وبصوت عميق. وعندما تجتمع هاتان الأختان مع شقيقهما السلطان عبد الحميد، كانت تضحكانه وتسليانه بشكل كبير. كما أنه من المعروف أنه كان للسلطانة سنيحة فنانون موسيقيون في قصرها، وذلك لروحها المحبة للبهجة والفرح. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو. أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة. إلى اللقاء.